اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده اليوم من دوبيزل وذ ذا ديلرز. ما بتصدقوا كميه الحماس اللي موجوده فينا اليوم لحتى نجي نصور المروه كارز. المروه كارز هو من اول المعارض اللي فتحت بالامارات من الثمانينات، وكمان هو من اول المعارض اللي اخذوا معنا شوروم اكاونت على دوبيزل. واول ما فتت على المعرض يعني على السريع لقطت عيني دغري على الاس ال 500. يعني اذا بتحبوا تجوا تشوفوا معنا مثلا هيدي السياره بلاك مرسيدس، ولا احلى، يعني ما فيني اقول اكثر من هيك. ريد انتيرير، واو، اتس ا في 8 اس ال 500. واذا كنا عم نحكي عن البادجت فريندلي كارز اللي هن السيارات الاقتصاديه، في عندكم هيدي البي ام 3 سيريز سوداء 2018، بادجت فريندلي كار. اي عائله بالعالم ممكن تحب انه تركب فيها وتسوقها لانه اتس ذا بيست. وللناس اللي بتحب الرفاهيه وبتطلب الرفاهيه، انتوا اكيد جيتوا على المعرض الصح. بليز تعوا معي لحتى فرجيكم السيارة أحلامكم. شوفوا معي الرولز رويس زرقاء V12. يعني إذا بدي أحكي عن أدق التفاصيل وعن الفيتشرز، I think الفيديو رح ياخذني تقريباً ساعتين ثلاثة. فأنا إذا في أسألكم أنتوا تكتبوا your comments تحت على شو هن الفيتشرز اللي رولز رويس فيها وما فيها بغير سيارة، يعني بس إنه الفيتشرز للرولز رويس. وأكيد إذا بدكم أي سيارة مثل ما قلت لكم سيارة اقتصادية للرفاهية، تعوا زوروا مروة كارز أو فوتوا على دوبيزل بلاتفورم وافتحوا على الديلرز نيم وشوفوا مروة كارز وبتشوفوا كل الستوك اللي عندهم إياه بدوبيزل. Thank you so much. شكراً كتير.